أهلا وسهلا أحلى متابعين، ورجعت لكم اليوم بحال العيد الفخم. كما تراو في الصورة منظر برشا مزيان تقدمها لضيافك يوم العيد. إن شاء الله عيدكم مبروك، كل عام وانتم ألف خير، ينعاد عليكم إن شاء الله يا رب الخير والبركة. وهذا الشوكولا متاعنا أو الحلا، طريقته برشا سهلة ومكوناته متواجدة عندكم أكيد في كل بيت متواجدة. هذا منظره وشكله من داخل. ونبدأ وصفتنا، ناخذ شعرية نحمسها على النار ونقلبها لين تتحمر. لين يصبح لونها كما تشوفوا فيه، بعدين نصب عليها حليب مكثف نسلي ونقلبه، وبعدين نطفي عليها النار بسرعة حتى ما يحترق. على جنب ناخذ اي بسكوي موجود عندكم نطحنه في الخلاط، وبعدين نضيف له القشطة ونعاود نطحنه. وهذا القوام متاعه نخليه على جنب. على جنب ناخذ شوكولا نذوبها في حمام مائي، اي نوع شوكولا موجود عندكم. هذه الشوكولا متاعنا ذابت. بعدين ناخذ قلب سيليكون وناخذ ملعقة صغيرة ونوزعها على الجوانب الكل، وإذا عندكم فرشاة تقدروا تستعملوا الفرشاة تكون أسهل. كما تشوفوا توزع شوكولا على كل الجوانب. بعدين ناخذ ملعقة من البسكوي اللي طحناه، وبعدين نضيف عليها ملعقة من الشعرية المحمصة، وبعدين طبقة ثالثة نغطيها بالشوكولا ونخليها في الثلاجة يتمسك شوية. بعدين على ورق تو نحط لكم اسمه تحت في صندوق الوصف، نحط دوائر بالشوكولا خليها تتماسك، وبعدين ننزعها وهذا شكلها. هذه الشوكولا متاعنا تماسكت، طلعها من القالب ونزينها. هذا الحالة متاعنا، ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم. انا الطريقة والمقادير نخليها لكم اسفل الفيديو، تابعوها باش تفهموا اكثر. هذا شكله في الاخر، سهل برشا وغير مكلف. ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم. وهذه الوصفة الثانية، بسكوت العيد كما تشوفوا في الصورة، طريقته برشا سهلة، مكوناته بسيطة متواجدة في كل بيت. ان شاء الله يا ربي يعجبكم. انا كباش نخلي لكم طريقة والمقادير كلها اسفل الفيديو، تابعوها. وهذا البسكوت متاعنا، نبدا وصفتنا. ناخذ زبدة عليها بيض عليها ملعقة صغيرة فانيلا، بعدين كوب سكر بودرة ونقلب المكونات، بعدين نضيف الدقيق. ونقلب المكونات كلهم ونعجنهم لين تحصل على عجينة كما تشوفوا فيها متماسكة. بعدين ناخذ كويرة صغيرة نطرحها باليد ونرصف على ورق زبدة. بعدين ناخذ ملعقة ونعملها بالشكل اللي تشوفوا فيه. بعدين ناخذ كريمة الفستق ونوزعها على كل البسكوت كما تشوفوا.
خاطر تساويها تعبيها بالمعجون، اي معجون عندك بتواجد في البيت. وانا كما حكيت لكم الطريقه والمقادير كلها باش نحط لكم اسفل الفيديو، تابعوها. ان شاء الله الوصفتين اللي قدمتهم اليوم يكونوا عجبوكم، وعيدكم مبارك، كل عام وانتم بألف خير. وكما العاده ما تنسونيش في اللايك ومشاركه الفيديو لكل اصحابكم وحبايبكم، وبسلامه.